بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن هناك تنبيهات أريد أن أنبه عنها لملاحظتي، هناك ملاحظات، منها أن طائفة من الناس خاصة من الشباب، يعني عندما يدخل وقت المغرب تجدهم يذهبون إلى الرياض لعمل رياضة كالمشي أو كمثلاً الرياضة المعروفة، ويتركون الصلاة. ومنهم من يذهب، شاهدته يذهب كذلك إلى مكان ما، وهنا المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا لا يجوز. إن المسلم لا بد هنا أن يأتي إلى الصلاة، وأن يستمع للمؤذن، وأن يستجيب للمؤذن لدعاء الأذان، لدعاء الصلاة، لنداء الصلاة. لا يصح له ذلك، ولو كان مثلا يتعلل بأنه مسافر، لكن لا ينبغي. الأصل الأول أولوية أن يؤدي الصلاة، ثم بعد ذلك يذهب إلى عمل. هذه الملاحظة المبارك، وأن هذا الكلام يصل إلى هؤلاء. المسألة الثانية، أن هناك من الناس أيضا من يظهر شيئا من عورته، يظهر عورته. وقد نبهت يعني كثيرا ومرارا عن هذه المسألة. أولا، أن هذا يتنافى مع الشرع، لأدلة قالها النبي صلى الله عليه وسلم مشددا فيها، قال: لعن الله الناظر والمنظور إليه. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من أبدى عورته للناس فهو ملعون. فلا يجوز للرجل أن يبدي شيئا من عورته. هذا أولا يتنافى مع الشرع، وكذلك يخالف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا، أنه يتنافى مع الأخلاق. ليس هذا من الأخلاق، ولا من عادات الإسلام، ولا من أخلاق الإسلام، ولا كذلك أيضا من معاني الرجولة. ولم يكن هذا في مجتمعنا، ولم نعهده بآبائنا ولا في مجتمعنا أبدا، وإنما تلقفه هؤلاء من الغرب ومن غير المسلمين، سواء كان من الغرب أو من الشرق، وتأثروا بهؤلاء، فصاروا يعني يلبسون الملابس القصيرة ويظهرون شيئا من عوراته. وهذا لا يصح، لأن عورة المسلم عورة الرجل، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من السرة إلى الركبة. فالسرة داخلة في العورة، والركبة كذلك داخلة في العورة، أي لا بد أن يستر عورة من السرة إلى الركبة. يعني هناك يعني ملابس موجودة، ما يقال مثلا أنها ضرورة، مش ضرورة أصلا. وكيف يرضى الإنسان هذا، يعني هذا الإنسان يبدي عورته ويمشي في الطريق ويبدي شيء من عورته والناس تشاهده وتراه؟ لا يصح هذا أصلا. هذا يتنافى كما قلت لكم مع الشرع، يتنافى مع الأخلاق، يتنافى كذلك مع الآداب، يتنافى مع الرجولة ومع معاني الشهادة. هذا، فأرجو أن هذا يعني الكلام يصل إلى هؤلاء أيضا، وأسأل الله تعالى أن تكون هذه النصيحة خارجة من القلب إلى القلب. وأكتفي بهذا، وأسأل الله تعالى يعلمنا ما لم نعلم، ويفهمنا ما لم نفهم، وأن يهدينا الطريق الأقوم. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واقطع دابر عن الدين، واستأصل شابتهم يا رب العالمين. وانصر عبادك المجاهدين في غزة وفلسطين وفي اليمن على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالقوم الظالمين الكافرين المفسدين، من اليهود والنصارى المحاربين والهندوس والمنافقين، ومن أعانهم على حرب الإسلام والمسلمين وقتل الأطفال الأبرياء، اللهم عليك بهم. اللهم سلط عليهم الأوبئة والأمراض الفتاكة التي تفتك بهم. اللهم إنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم انتصر، اللهم انتقم لأطفال غزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. وفجع هؤلاء المجرمين بأولادهم كما فجع المسلمين بأولادهم يا قهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكتب النصر والتأييد للإسلام وأهله، واكتب الذل والصغار والانكسار للكفر وأهله. اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم احفظ لنا ديننا، واحفظ بلدنا عمان. اللهم احفظ بلدنا عمان من كيد الكائدين، من عبث المفسدين، من شر الظالمين، وزد أهل عمان إيمانا وإسلاما يا رب العالمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ولا حول ولا قوة.